لما جينا الملاهي كنا نلعب بالنط وبالكير، تختلف النقطتين. الملاعب الثانية كلها ما فيها نقطتين غير هاي الملعب. أنا حبيت أكثر لعبة هي الصودا سيسا والدويخة والمضيحة، انبسطت كثير لأنها حلوة. يا مجدد صراحة لا، صارت الألعاب ضبطنا كل شيء كله، لعبنا اليوم كلياتنا مع بعض كيفنا، اللي كان عند عليهم كرسي نلعبوا معنا هيك. هاي أول مرة فتت عليه. أنا حبيت الملعب هالقد. أكثر لعبة اليوم لعبتها مرجيحة والنطة. يلا هلا. مرحبا أسماء. الحمد لله.